قد رأينا في الشريط السابق كيف نحسب التكامل باستعمال المواشي للدوام الأصلي. إذا هذا الواحد قد قمنا به سابقا وباستعمال خاصية التكامل مجموع المواشي التكاملي إلى غير ذلك. الآن سنتطرق إلى ثانيا كيف ممكن أن نحسب التكامل بتغيير تعبير الدالة. الدالة هنا هي cos x او كاري، وعليه فإن cos x او كاري لا نعلم الدالة الأصلية ديالو مباشرة، لا توجد في هذه العلاقات اللي فيها الإيكوال إيكوال إيكوال، طبعا ما كايناش ما يمكنناش نوضعوها على شكل. إذا غادي نبداو بهذا التكامل. هذا التكامل ما عندناش وسيله مباشره تحديد الداله الاصليه للمجرد، اذا سنحول الكوس وكذا، وهذا هو دور الاختلاط. اذا نعلم اول دور الحساب المثلثي ان هذه الخاصيه معروفه في الحساب المثلثي وقد قمنا في درس الاعداد المقادية كيف طبقنا الاختلاط وجدنا هذه الخاصية خاص بإثنان إكس على إثنان، نعلم هذه العلاقة وعليه سنستخدم ميل للتكامل مسار كليهما ديال خاص بإكس بإكس يساوي التكامل مسار كليهما و زائد كوس للاثنان اكس مقسوم على اثنان. اذا غيرنا التعبير الاول مكتوب على شكل اكس كاري، والتعبير الثاني مكتوب على شكل ان واحد زائد كوس تيكوز اكس على جوج. دابا سنقوم بتطبيق خاصية ديال التكامل، القسمة على جوج والطرف واحد من جوج، وبما ان واحد من جوج التعبير يمكن ان اخرجه من عالم التكامل. اذا انطق الخاصيه التكامل انطق هذه الخاصيه التكامل بفكره فان اكس اكس عندما يكون ك عدد حقيقي ثابت ف هو ك تكامل ا ب اكس. اذا انطق هذه الخاصيه لماذا في واحد زائد جوج؟ لأن في الأصل هنا سي واحد زائد بين قوسين واحد زائد جوج بإثنان إكس. ثم سنبحث إما نطبق الخاصية تكامل ديال واحد زائد التكامل أو نبحثو على الدالة الأصلية هنا يمكن لي تطبق التكامل أو بحثوا على دالة أصلية ديال واحد، معروف دالة أصلية ديال واحد سي إكس. وسنبحث سنرجع إلى الدالة الأصلية كيف نبحث عن الدالة الأصلية كوس دو أ إكس زائد بي، شكون هي الدالة الأصلية ديالها؟ هو واحد على إثنان في السيريس ديال إثنان إكس. لازم نشرح أن أحد الدول الأصلية ديال كوس دو أ إكس الدالة الأصلية مع أ خالص هي واحد على سينس ديال أ إكس زائد العدد الثالث، ولكن في التكامل نعتبر ك يساوي صفر، لأن في آخر المطاف كان قس ك غادي نكمل عليه باش نتقن هذه العلاقة جيدة. سنقوم الآن بالحساب هذا تطبيق عددي، فالكل يتوقف على هذا الشيء. إذا تطبيق عددي أو الحفاظ سأعوضه بالإثنان، ها بالإثنان زائد واحد في السينيس ديال جوج بالإثنان، ثم التقسيم كذلك ناقص وسنعوضه بزائد زائد واحد في السينيس ديال جوج يستحسن
انتهاء. أنا أكتب هذه المرحلة، ثم يمكنك تكتب في الوثائق وتعطي النتيجة. اثنان مع اثنان سنختزلها، سينس دو بي معروف سير زيرو، و سينس دو زيرو سير زيرو، إذا غادي نبقى إلى اثنان فوا واحد زائد اثنان، يعني سنجد بي على أربعة. إذا غيرنا تحويل الدالة وعلى التالي تكامل من صفر لبي إلى اثنان الكوس دو بي دي إكس يساوي سينس دو بي زيرو سينس دو زيرو سي زيرو زيرو، دونك سي واحد بي على واحد بدون نجيب. لا تنسوا على التذكير ان السينيس ديال كابلي توجور كيزوجي، حيث لا يتجاوز سواء كان زوجي او فردي، والسينيس الكوس ديال كابلي غيساوي ناقص وسط حيث لا يتجاوز، وهنا حالتين إذا كان كزوجي سواء سالم أو موجب نحصل على واحد سينس مثلا زيرو سي واحد سينس دو بي سي واحد كاتر بي، وإذا كان فردي نحصل على نقطة واحد مثلا الكوس ماشي سينس الكوس دو بي سي موزن. إذا وجدنا بالنسبة للتكامل الأول التكامل التالي غادي نقوم بالصيغة التي تعطى ببساطة، ما غادي نعرفش السؤال، غادي نحاول ندير عرض الطريقة يعني كيفيات إدراج هذا السؤال. شوف هذا السؤال غادي يكون من هنا الذي سيبقى الآن عنده اختيارين، يقدر يعطيك مباشرة يقول لي تحقق هذا السؤال. لنتحقق من أن واحد زائد صفر ناقص واحد يساوي واحد زائد اثنان، عامل واحد وإكس ناقص واحد ناقص واحد على إكس يساوي واحد، تحقق من هذه العلاقة. إذا المسألة إذا طرح السؤال تحقق من هذه العلاقة بسيطة، يكفي توحيد المقامات. أنا لن أبدأ من هنا، سأبدأ من هنا لأن توحيد المقامات أجيب على السؤال المفروض لدينا واحد واحد زائد ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد يساوي واحد زائد اثنان سنوحد المقامات إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد ثم إكس زائد واحد من القوسين والتبان الأقواس كيلة الانزلاقات إكس ناقص واحد يساوي واحد على اثنان إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد في طريقة عامة في إكس كارل ناقص واحد إكس ناقص إكس سيساوي واحد ناقص ناقص واحد اثنان عشرة شهور بعد الاختزال باثنان على النتيجة أومينيكو لقد أجبنا على السؤال المطلوب سؤال واحد اثنان عامل واحد ثلاثة إكس ناقص واحد ناقص واحد على إكس إذا برهنا على المطلوب منه، يعني هذا التمرين كان في دوره بأن السؤال هو هذا والسؤال الثاني هو حسب التكامل. لنحسب التكامل كيف نحسب التكامل؟ طبعا الحل سنستعمل هذه الكلمه، اذا ما نكتب لدينا حسب ما سبق بالضبط هذه العلاقه عندنا تكامل من اثنان ثلاثه واحد على اكس كاري ناقص واحد على اكس ويصبح التكامل من اثنان ثلاثه واحد واحد على إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد و
كواديز. دونك واحد على حسب كواديز. تطبيق خاصية التكامل، هذا العدد ثابت وهنا بعد يضرب، إذا إخراجه من رمز التكامل. طبقنا الخاصية التي ذكرتها سابقا، ثم سنطبق خاصيات أخرى، خاصية أخرى التي تتعلق بأن التكامل ديال الفرق المجموع هو مجموع الفرق التكاملي، إذن هذا هو التكامل بين قوسين جوج ثلاثة واحد واحد ديز ناقص التكامل جوج ثلاثة واحد على إكس زائد واحد إكس. إذا كنلاحظو لقد غيرنا تعبير الدالة، هذه الدالة الخاصة بهذه فأصبح تعبيرها، إذا هناك تغيير للتعبير الدالة ليس للدالة، دالة أخرى هذه هذا التعبير وهذا التعبير هو متساوي، وبالتالي أصبحنا الآن نبحث عن الدالة الأصلية لكي تتذكروا جيدا سأقوم بالتكليف. هذه الدالة إذا غادي نمشي للريبيرتوار ديالي اللي فيه بزاف الدوال، وهي كاينة هي ريسونس ار في بريم، كاينة في بريم على هي ريسونس ار، وكاينة في بريم على كاينة اي. هذا عبارة عن خارج الأس هنا يساوي واحد، أو هنا هنا هذه مصلح وهذه مصلح. السؤال واش المشتقة ديال هذه كاينة هنا؟ مزيان راه المشتقة ديال اكس موان زاد هي واحد. ونفس الشيء بالنسبة لهذا، نفس العملية المشتقة ديالها هي واحد على اكس موان زاد في اكس. وقلت إذا كانت ماشي ثابتة غادي نضرب، غادي الاضطرار عندي مجهول عندي اكس، غادي نضربها في اثنان وغادي الآن يكفي أن نرجع لهذه الخاصية التي كانت في الشريط السابق. هذه الخاصية تقول بأن الأصلية ديال الدالة المكتوبة على الشكل هي لور ديال القيمة المطلقة في إكس موان زاد، ناقص لور ديال القيمة المطلقة في إكس موان زاد. هنا من ثلاثة وهنا من ثلاثة، ويمكننا نكتبو هذا شيء آخر هي لوغ ديال إكس موان زاد على إكس بليس أن ونديرو جوج ثلاثة، لا يهم، المهم هي كيف نحددو الدوال الأصلية. إذا كتلاحظو في جميع الحالات نحن نرجع إلى الدوال الأصلي، إذا لا غنى لنا عن الدوال الأصلي، وبالتالي فدرس ديال الدوال الأصلي الشريط المتعلق أساسي لحساب التكامل. إذا سنقوم بالتعويض، سنعوض ثلاثة، سنلوغ ثلاثة ناقص واحد بالقيمة المطلقة، ثلاثة ناقص واحد جوج، القيمة المطلقة ديال جوج ستة، ناقص سنعوض باثنان، اثنان ناقص واحد كنلوغ ديال واحد، هنا نعوض بيتو ما كنفكرش أشنو الحساب، كنعوض على نقول كأنني أعمى لا أرى شيئا. إذا ثم نعوض ثلاثة هو اللوغ ديال ثلاثة زائد واحد ديال أربعة ناقص اللوغ ديال اثنان زائد واحد ديال ثلاثة، وحيد القيمة المطلقة. علاش لأن القيمة المطلقة ديال أربعة هي افتراضا خشينا ناقص أربعة، القيمة المطلقة ديال ناقص أربعة هي مهم يجب الانتباه للقيمة المطلقة، وإلا بالطبع يكون هذا العدد السليم واللوغ ديال العدد السليم غير معرف في R، في R اللوغ غير معرف في C سترى مستقبلا أنه له معنى نفسه، اللوغ ديال العدد الواحدي يعني اللوغ ديال الواحدة ممكن نحسبوه، ولكن لا نحسبوا اللوغ مثلا ديال عدد معيار الحروف كبار قطعا من واحد. هذا لا يمكن. إذا
واحد صافي لو بديت هنا ناقص لو واحد لو واحد مره صافي صافي اذا غادي نقريه لو بديت هنا الحين اخلص سينا هنا زائد لو بديت وكل يوم الصفر لو دو ا ناقص لو ب هو لو دو ا على هنا راه عندنا ديك السنه ديال ندير مباشره ماشي بالضروره ديال المباراه هنا نعملو نشرح لينا التلاميذ اللي كيبغي يقراهم اي هنا جوج مدرسه جوج اثنان واحد اثنان زائد فوق اثنان وبالتالي سوف نطبق مرة خاصية لوغ دو ا زائد لوغ دو بي هو مثال إذا سيصير لدينا واحد اللوغ ديال ثلاثة على جوج في بعض الحالات يطلب منا أن نبين أن أن نبين بأن هذا التكامل يساوي إلى قصدين مستقلة بينما إذا طلب منا حسب التكامل عندي حق نبقى في اللوغ ثلاثة يستحسن ما تبقى شي واحد اللوغ سي ناقص اللوغ إذا لقد قمنا بالإجابة على هذا السؤال. هذا السؤال احنا عرفناه. قاس التكامل من صفر إلى واحد في إكس زائد واحد في إكس كنلاحظوا هنا عدي على شك واحد على إي لكن للأسف المشتقات هذه ليست هذه. خلاص هنا كاين أسفل يعني التلميذ راه يقدر يحل دار محلولة بالنسبة للشمسمات ممكن يدير تغيير متغير ويخرج ثم بالنسبة للعلوم الفيزيائية أو ما جربها ما عندناش تغيير متغير قد حذف من المقرر لا أعلم لماذا حذف من المقرر حذف لا أعلم إذا سنقوم بهذا التحويل إذا لا استشهاد غادي نضرب في أم وزن وغنضرب في أم وزن غادي نضرب الباص في المقام أم وزن إلا غنشرح لك أم إكس وإلا ضربت هنا في أم وزن وهنا في أم وزن أم وزن أم إكس أم إكس سي أ ونلاحظ إذا ما قمنا بالتحويل ممكن إلا كان في الامتحان الوطني في الواقع خصو هذا السؤال تمهيدي ان واحد على اكس زائد واحد تحقق بان هذا يساوي عاد ثم احسب التكامل لان التلميذ هنا غير هذه الطريقه اذا اذا ما قمنا بحساب المشتقه ستعطينا ناقص لان لا تنسى ان المشتقه ديال بي دو اكس بريم فاس بي دو بريم فوا بي دو اكس مثل لا اي سي موان اكس اذا المشتقه ديالها سي موان زيرو وعبين سنكتبو زيرو اذا نحن في حركه الى ناقص موان هذه المراحل ممكن ان لا تكتبوها في ورقه التحليل ممكن تكتبها المرحله الاساسيه ومن بعد المرحله اللي غادي نديرها بما اننا ضربنا في ناقص واحد للتصحيح نقدروا ما قدروا في ناقص واحد اللي هي وناقص نيكون نكتبو ناقص إكس يعني راه ناقص واحد إكس إذا هاد ناقص غنخرجو ثم تكامل من صفر واحد أو موان إكس دونك غادي يصبح هنا ثلث موان إكس إي على أن بلوس موان إكس فقط حصلتو على إي بريم على إي معروف بلي راسنا سيدي ناقص هنا ديال هذا مثل بسيط هي اللوغ ديال كيف فقط ديال البوينت اللي ما يحيدش ما يحيد ولكن يجب انتباه واش موجب او سالب حنا في الحساب ما يحيدش كما مطلقات الدرجه عندي الحق واضح بان هذا العدد موجب لان الاكسبونونسيال ديال هي عدد يكون موجب قطعا اذا فهذا موجب قطعا عندي الحق نحيد المنطقه ولكن عندي الحق نحيد المنطقه نخليها في المنطقه من بعد دونك الى حين نقوم بالارقام قد تبقى في المنطقه
وخلي واحدة تكون سوي لا قاسة فين قاسة غنعوض أن سي نور دو أن بلوس أون موا غنعوض ب سي أن بلوس أون كنقولو صحيح راه أقوم بالتعويض أولا وقلنا نحسب في الوسط ونحط نتيجة مباشرة لكن لا غادي نسواش لوغ ديال واحد زائد واحد أو واحد من المقامات غتصبح أو زائد واحد ناقص لوغ أو كوس زيرو زائد واحد هنا ناقص بين قوسين إذا ممكن تحيد ناقص إذا دير تحيد ناقص غتصبح عليه ذلك لوغ ديال اثنان غتصبح ناقص لوغ ديال اثنان ناقص لوغ بلس ان سور تو ويمكن أن نطبق لوغ أ ناقص لوغ دو بي هو لوغ ديال أ على بي مقصور على أو نعاود مرة أخرى هذه التفصيلات يمكن لنا في الوسط في الآخر مرة على تسميح ثم نضربوا في المقلوب إلى غير هنا لوغ ديال اثنان على أو بلس أن ورا الذي نفهم إذن دائما نلاحظ أن لا غنى لنا عن الدواء الأصلي ضروري من الدواء الأصلي لا يمكن الاستغناء عن الدواء الأصلي راه هي الأساس الأساس في إزالة التكامل أما هذه التقنيات ليست أساس هذه تقنيات لإزالة التكامل وليست أساس لإزالة التكامل هي تقنيات لإزالة التكامل نمشيو لها العلاج لحساب هذا التكامل تكامل مجموعة إكس زائد ثلاثة على إكس دورين زائد إكس موجب إكس الآن سوف لا أعطي النتيجة غادي نقول لك بحث عن النتيجة يعني غادي نقلب على صيغة اللي هي شوية معقدة يعني التمرين غادي بحكم الإمكان نديرو شوية تعقيدات ماشي تعقيدات شوية ديال التعقيدات غادي نقول السؤال الأول حدد أ ينزل إلى أ و ب ينزل إلى أ بحيث يكون لدينا لكل إكس لكل إكس يساوينا إر استثنائي واحد وناقص علاش لأن إذا عوضنا هنا في المقام بواحد أو صفر غير وعرنا هو بجوج إذا مجموع التعريف هي إر استثنائي بين بأن إكس يساوي إكس على إكس كان زائد إكس حد بحيث يكون هذا أ على إكس ناقص واحد زائد ب على اكس زائد اذا تقوم نمبر على هذا التفكيك ساقوم بالتفكيك هذه الصيغه الى مجموع صيغتها وبالتالي هذا يخرج لا صيغه هذه معروفه لا صيغه هذه معروفه واحد سيدي بريم اذا كنحاول ما امكن نفك الدالة إلى مجموع دوال تكون الدوال الأصلية ديالها معروفة، إحنا وصلنا لها، السؤال كيف سنحددها؟ سأعطيكم طريقتين، طريقة كلاسيكية، طريقة كلاسيكية، أو طريقة رقم واحد هي الطريقة الكلاسيكية، أشنو كنكتبوها؟ كنكتبو اليوم، ينزل إلى أ نعم واحد نعم او كنكتب ماشي كون اكس على ثلاثه اكس مربع زائد اكس ناقص جوج يساوي ا على اكس ناقص واحد على اكس ناقص جوج تكافئ اكس زائد ثلاثه على اكس مربع زائد اكس دو يساوي راه واحد المقامات اكس عامل اكس زو ثم راه قلنا هنا
بالنسبة لاكتساب المعرفة في الفيديوهات غالية. إذا سوف أقوم بالإسراع. تكافئ إكس زائد تلاتة على إكس أس كاري زائد إكس يساوي أروح بعد النشر أكس زائد إكس أو عدو إكس أدائي عامل ثم إثنان أ ناقص على إكس بعد النشر إكس كاري بلس إكس مولي. إذا بعد النشر إثنان وهذا يعني أن بما أن عدو في المقام إذا الوسط يساوي الوسط رغم دمه أ زائد عامل زائد ب ناقص يساوي إكس زائد إكس. وهذا صحيح لكل إكس ينتمي وهذه مجموعة غير منتهية. إذا لدينا حدوديتين متساويتين على مجموعة غير منتهية الدرجة ديال الكميات كيما قلنا نفس الوالد نفس درجة ونفس معاملات. إذا المعامل ديال إكس يساوي المعامل ديال إكس أ زائد سواء واثنان أ ناقص ب يساوي ثلاثة. إذا سنحصل على ما يلي تكافئ أ زائد ب يساوي واحد. إذا يمكن نعوض هنا أو يمكن ندير التأليف الخطية غنجمع غنجمع هذه المعادلة المعادلة الأولى. ما معنى جمع المعادلة؟ جمع الطرف مع الطرف. هاد الطرف زائد الطرف يساوي هاد الطرف زائد الطرف. إذا جمعتهم غادي تلقاو ثلاثة أ يساوي ثلاثة أ يساوي أربعة. ولادة الظرف جوج ديال الفرق لا داعي لها. ليس أحتفظ بأحد المعادلتين. يعني غادي جوج جوج تقريبا غادي ما مختلفة مع التعويض. وهذا سيكون ويستحسن حرفة يجري شيء منظم أ يساوي كار ثلاثة و غادي يساوي واحد ناقص أ الذي يساوي ثلاثة يساوي واحد. واحد هي وجدنا غير واحد هي وجدنا ناقص ثلاثة ناقص كار ناقص زائد إكس ناقص كيساوي أربعة على ثلاثة على إكس ناقص واحد زائد واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة على إكس زائد واحد. يمكن لي نتبع على شكل بسيطة يمكن لي بالصدر تبع في المعروف يساوي أربعة على ثلاثة عامل إكس واحد زائد واحد على ثلاثة عامل إكس زائد واحد. لاحظوا إذا ما شفت أن أخطأت أن خطأ وارد إذا يمكن لي نتأكد أن ندير العملية رجعية. غادي نوحد المقامات ثلاثة هنا غنضرب أربعة على إكس بلس دو ثم زائد إكس بلس دو. إذا غادي نخرج هنا هنا جو بونس سي ناقص غادي خطأ هنا. إذا ناقص وبالتالي هنا ناقص. لاحظوا الخطأ واردة ما قمت بتحقق لقيت خطأ. إذا إذا قمت بالعملية الرياضية سنوحد المقام باش نتأكد إكس موجة على إكس بلس دو على إكس موجة على هذا سنا ما غنضربش ثلاثة لأن ثلاثة كاينة هنا نضرب في إكس بلس دو المقام وهنا نضرب في إكس موجة هذيك ناقص. لاحظوا عندما ندير زائد كاين خطأ. ثم سننشر 4 إكس زائد إكس 4 إكس ناقص إكس هي 3 إكس ثم 8 زائد 1 هي 3 عامل إكس نشرحه ثم سنعمله ب 3 ثم نختزل ب 3 وكنحضر ولم يكن صحيح لم يتأكد بأن الصيغة صحيحة خطأ. سأسجله في ورقة مستحسنة في وسط ورقة ومؤطرة باللون الأخضر اللون الأخضر بالطبيعة لون الطبيعة الكل يحب الطبيعة. دونك وجدنا الطريقة التالية اللي يعني هي ما عرفتش شنو هي العربية أستيسيوس إنجليزي دي ناستيسيوس. شنو هي الأستيسيوس؟ كنكتب ندير
لكل إيد ينزل إلى الهواء استثناء واحد ونعطي جوج غادي نطلبو بين الخمس زائد ثلاثة نقصو على إكس كاري زائد إكس مدر يساوي أ نقصو على إكس موان زائد بلوس بي على إكس موان بلوس بي. إذا أول ملاحظة استنعم منها هاد المقام إلا ما عملت المقام غادير الدلتا ونعمل إذا غادي يصبح عندنا إكس زائد ثلاثة على إكس ناقص واحد عامل إكس بلوس دو يساوي أ على إكس موجة زائد على إكس بلوس دو. الآن إكس يضارب ناقص واحد إذا الالتحاق ضرب القاس في المقام في ناقص واحد في إكس ناقص واحد. إذا ضربنا هذه في إكس ناقص واحد نضرب هذه في إكس ناقص واحد إذا سيستلزم أن إكس زائد ثلاثة على إكس زائد سيصير لدينا أ زائد إكس موجة سيرت موان ضرب الطرفين في إكس موان هنا هو الالتزام وعند الحق التزام لأن إكس راه لا يزال واحد إذا عند الحق التزام بإعداد خارج شنو غادي نديرو دابا؟ بما ان هذه الدالتين متساويتين في واحد هنا سمعت الجزء عندي الحق ديال الليميت تساوي الليميت لان الاكس راه خارج ناقص واحد وفي الليميت النهايه من كتكون النهايه ديال شي حاجه عندما يكون الاكس ناقص واحد راه في المقرر ديال البكالوريا راه الاكس يخالف ناقص إكس يقترب قريب جدا من ناقص واحد ولكن يقارب. إذا غادي نساوي ليميت لو أ بلس بي عامل ليميت لو لا سو إكس بلس بي عندما يقترب إكس من ناقص واحد ونعود سنحسب النهاية قد نحضر لي هاتين بسيطة للغاية هذه النهاية تساوي سنعود دالة جذرية هنا واحد استثناء هنا واحد دونك سير واحد زائد ثلاثة أربعة واحد زائد خمسة ثلاثة أربعة يساوي أ بي سير تساوي إذا وجدنا بالمثل سأقوم بضرب الطرفين في ولدينا الكريم أضربه في إكس بلس دو دونك يصبح إكس على إكس موالدا أضربه في إكس بلس دو دونك سي أ إكس بلس دو عامل إكس لا بلوس بي لأن اختزنا بإكس بلوس دو لأن إكس يخالف ناقص اثنان إذا إكس زائد اثنان يخالف صفر ثم نفع منها أقوم بإكس إذا ليميت كليك بلوس دو هنا إذا ليميت بلوس دو إكس بلوس دو على إكس بلوس دو تساوي النهاية أ إكس بلوس دو بلوس دو على إكس موان على إكس يقول إلى ناقص إكس يقول إلى ناقص لماذا لأن إكس يقول جوج كيف التخلص من ثلاثة إذا ما عوضنا في ناقص اثنان غادي تلقاو ناقص اثنان زائد ثلاثة هي واحد على ناقص على ناقص دونك ناقص اثنان هي واحد على ناقص ثلاثة إذا نجم أ يساوي ناقص واحد وهو ما وجدناه سابقا. إذا التلميذ عنده الحق يستعمل الطريقة الأولى والتالية هو سيد الموقف ديالو في الامتحان. لا أحد غادي يقول لك هذا الشيء ما كيشوف المقرر. راه الضرب طرفي في عدد لا يتغير عندي الحق نختزل بعدد يخرج السبب شفنا في الإعدادية وعندي الحق نطبق الليميت لأن حنا درسنا الليميت هذا الليميت اللي درسناه اش غنديرو غنديرو في الكوبوت خلوات الغلط دونك غنستعملو النهاية وإلا يسألناش هاد الوسائل اللي قلنا كيعني راه دونك يجب استعمال الوسائل إذا لقينا جانا رجع على بالي الإنسان تفهم إلا كان هذا المصحح مزيان غادي يتهلا في النوم واضع الامتحان غادي يقول بين لنا إكس زائد ثلاثة إكس كاري تساوي أربعة ثلاثة أعطيكم الحال لك في توحيد المقامات ثم تجربة دابا غنرجعو نرسمو
إذا التكون قلنا هذا التكون سيصبح حسب الأسماء هو التكون أربعة أسماء إكس مودا ناقص واحد أسماء هو إكس بيزا جديد سأقوم بتطبيق خاص للتكون تكون الفرق هو التكونين بعد الأسماء واحد أسماء إكس أربعة أسماء ناقص واحد تكون واحد الأسماء تزار أنس بيكس يجيب بيكس إذن غادي نمشيو لحساب هذا التكون هذا الدور غادي نخرج أربعة أجزاء من التكون دونك أنس بيكس موزر ناقص نفس العملية نخرج واحد أجزاء من التكون ناقص تزار أربعة أنس بيكس ولا الآن يجب استكمال الدور الأصلي إذا لا أطيب عليكم والمشتقات هذه إذا الأصلية سنور ديال القيمة المطلقة في الاتمام ناقص واحد لثلاثة لأربعة فوق ديال القيمة المطلقة من ثلاثة لأربعة ناقص واحد لثلاثة نفع من ديال المشتقات هذه إذا سنور ديال القيمة المطلقة في إكس بلس دو من ثلاثة لأربعة إذا سنقوم بالحساب أربعة ثلاثة نقوم بالحساب مباشرة ثلاثة ناقص واحد أربعة ناقص واحد ثلاثة قيمة مطلقة ثلاثة ثلاثة إذا نقوم بدين ثلاثة ناقص نضرب على ثلاثة عن تسمع وهنا واحد ثلاثة عن هنا أربعة تقوم بتعويض ثلاثة إذا ثلاثة ناقص واحد سيبور ضرب سيبور دو ناقص ثلاثة عن ناقص واحد ثلاثة عن سأقوم بتعويض أربعة إذا أربعة زائد جوج ستة نقوم بستة ناقص أقوم بتعويض واحد ثم يمكن بستة ممكن بالصد لأن هناك علاقة بين لوغ ديال ستة ولوغ ديال اثنان لوغ ستة ولوغ ديال اثنان زائد لوغ ديال ثلاثة إذا هناك تبسيط مهم غادي تحبوا تستعملوا خاصية اللوغ وتبسطوا النتيجة لأن اللوغ ستة قابل للتفكير ستة هو جوج ثلاثة إذا غيصبح اللوغ ديال جوج زائد اللوغ ديال ثلاثة وغادي يحبوا يتوسطوا مع اللوغ ديال خمسة وخلوها بعد الآخر وهنا ممكن مثلا واحد ثلاثة اللوغ ديال خمسة ممكن يدير اللوغ ديال جوج ولكن هذا يعني التفكيرات خليها واحد ثلاثة أحسن إذا لقد قمنا بحساب هذا التفكير هنا في التغيير الآن سننتقل إلى ثالثا كيف سنوظف علاقة شارل شارل؟ علاقة شارل تشرح لحساب هذه التكاملات في القيمة المطلقة لأن في الخاصية ديال الدورة الأصلية لا توجد شي خاصية تقول لي فهي الأصلية ديال شي دالة في القيمة المطلقة لا توجد إذا لكان عندي شيء تكامل في القيمة المطلقة وهذا يكون مثلا في حساب المساحات حساب المساحات يكون في تكامل إذا كيف نتخلص من القيمة المطلقة؟ يجب دراسة الإشارة ديال هذا الشيء. إذا كان هذا الشيء موجود كان حيث القيمة المطلقة. ما كندير لا علاقة شارل ولا أي شيء. وإذا كان سالي كان حيث القيمة المطلقة وكطرف ناقص واحد. وإذا كان مغير الإشارة آنذاك يجب استعمال علاقة شارل. إذا نبدأ بتكامل من زيرو لجوج. القيمة المطلقة إكس كاري كنلاحظوا خليت نفس الدالة زيرو جوج إكس كاري موزان هنا سي موان دو دو إكس كاري موزان ثم هنا واحد جوج إكس كاري موزان خليت نفس الدالة غير حدود وحدة التكامل فقط لي بور ديال التكامل غير باش تلاحظوا ماذا نفعل إذا أولا ندرس الإشارة أول شيء أولا نعرف إشارة ما بداخل لكي نتخلص من القيمة المطلقة كيف ندرس الإشارات حدودية من الدرجة الثانية درس درجة الإشارات نقوم بحل معادلة نحل معادلة الدرجة الثانية إما التعميل أو الطرف المرافق هنا بتاخذ تعميل
moža x, je to i dlouhý n, x kare moža, moža tedy výsledky na kvadrát zero. فعلي غادي نقولو هنا صنع الإشارة. إذا لاحظتوا أنه يغير الإشارة حدود يمتى شكلها أ واحد عكس إشارة أ إشارة أ. الآن فين كاين هذا المجال؟ فين غادي نقلب؟ في زيرو غادي نمشي نقلب على زيرو هذيك كاين هنا وفين كاين هنا؟ كاين هنا كاين باك المهم بقى واحد وصافي إلى واحد. إذا التكت من زيرو لواحد سالب ومن واحد جوج موجب. اذا هذا الشيء يغير الاشاره. اذا من ضرب نستعمل على الاشاره. ولكن شنو هي النقطه اللي عندي هنا؟ هي البلاصه في كيغير الاشاره. المكان في كيغير الاشاره. هنا غير الاشاره مره واحده يقدر يغير الاشاره مرتين. دونك هذه كيف؟ صفر الواحد وغادي يخلي مؤقتا القيمه المطلقه. زائد إلى درت هنا واحد بصيرة درت هنا واحد وما عنديش اختيار راه واحد هو الأصلح وهو الصالح ماشي الأصلح كاين غير هو لا القيمة المطلقة وجيت سكاي هو زاد هنا في هذا المجال زر واحد هذا عدد سالب القيمة المطلقة لعدد سالب تساوي مقابله 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 الواحد زائد تكون من واحد ديال اكس كاري ناقص واحد دي اكس. اذا وجدنا تخلصنا من القيمه المطلقه. طيب ما تخلصنا من القيمه يجب البحث عن الاصليه ناقص واحد لان ثابته الى واحد الاصليه ديال اكس كاري معروفه سي واحد الى ثلاثه اكس بوز ثلاثه والاصليه ديال واحد اكس زيرو واحد زائد ناقص فقط هنا زائد الاصليه بهذا ناقص اكس هنا زيرو واحد زيرو واحد ساترك لكم عمليه تطبيق تطبيق العدد تعويض مساله بسيطه في تعويضون كي نمط نطيح على اذا يكفي في الاخر المطاف غادي نحسبوا هذه النقطه النتيجه مع غير واحد ثم ساعه ثم وانتباه الى موتى صندوق النقص. اذا هذا بالنسبه للاول دابا غادي نديروا هذا تكامل من ناقص جوج ديال اكس كاري موان دي لقد قمنا بالجدول غادي نعاود نسجلها بالجدول دونك ناقص واحد قمنا بهذا الجدول سالب سالب واحد وهنا بين الجدرين عكس اشارة أ خارج الجدرين اشارة أ اذا قمنا ب كتلاحظوا هنا عندي موان المجال ديالي اسم موان حتى هنا هنا في هذا المجال من هذه النقطة إلى هذه النقطة كتلاحظوا هذا التعبير هنا موجب وهنا سالب وهنا موجب اذا غير اشارته مرتين موجب سالب موجب اذا علاقه الاشارات ستكون بخطوتين الخطوه الاولى ثم الخطوه الثانيه دونك ناقص جوج جوج اكس كاري موان في اكس ايكال التكامل من ناقص جوج اذا فين غير الاشاره ديالو الخطوه الاولى غير الاشاره ديالو انعدمه وغير الاشاره اذا غادي ندير موازنه قيمة مطلقة و إكس كاري موازنة دي إكس في التكامل غادي نكمل تحل الموازنة هذه هي علاقة إشارة من بعد غير إشارة هنا واحد أو ندير واحد ثم قيمة مطلقة و إكس كاري موازنة دي إكس ثم سأنتهي الخطوة الأولى الثانية الثالثة دونك سأنتهي من واحد ممكن تظهر علاقة إشارة ثمرتين اكس كاري موجب اكس ثم غنسالو في هذا المجال كيف هو هذا التعبير موجب اذا القيمه المطلقه ما كاينش اشكال
بينما هنا كيف هو هذا التقدير؟ سهل، كيف تساوي مقابل ب وهنا في هذا المجال موجب، إذا قيمة المطلقة تساوي الأصلية الذاتية ماذا ترتفع؟ الأصلية الذاتية ماذا ترتفع؟ الأصلية الذاتية ترتفع وأترك لكم المنت. هذا بالنسبة نمشيو لهذه الحالة من المثال باش تلاحظوا واش هي المهمة إذا كانت القيمة المطلقة عندها علاقة بالحركة، لاحظوا في الأول درت علاقة شعر وفي الثاني درت علاقة شعر. الآن يكفينا هذا الواحد إكس كاري موالا في هذا المجال وهذا المجال، هذا الإكس كاري موالا ماذا يعني؟ أنا أفتكر أنا كنت على شعر لأن تغير الإشارة ثم كنقوم بالأصلية مثلا افتراضا احنا في هذا المكان افترضوا انه في هذا المكان نناقش واحد اكس كاري وان مرة أخرى هذا التعبير في هذا المكان لا يغير الإشارة فهو لكن حسن بما أنه سليم القيمة المطلقة في عدد سليم تساوي مقابل فسأتوقف هنا وننشر في الفيديو لاحقا إلى